بدأت شركة MTN فعاليات مشاريع 21 يوم لخدمة المجتمع، واتجه موظفو MTN لمدينة العملاق للمعاقين حركيا للبدء في تنفيذ مشروع التعليم التقني للمرأة المعاقة. ويستهدف المشروع تعليم 900 معاقة. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع 21 يوم لخدمة المجتمع هو مبادرة طوعية تميز موظفي MTN عن بقية موظفي القطاع الخاص، حيث يخرج كافة موظفي الشركة لخدمة المجتمع.